أنقذ مظلي في فريق الشياطين الحمر البريطاني زميله من الموت المحقق أثناء عرض جوي لهم بعد عدم فتح مظلته أثناء سقوطه الحر، حيث لحق به وسحب مظلته في الهواء ليهبط الاثنان بسلام في مرسى قريب. الحادث وقع أثناء عرض جوي في شمال غرب بريطانيا، وهو الأول للفريق خلال 25 عاما الماضي.